المغربية من طنجة إلى البويرة وكذلك من قبل أجهزة الوطني العدول من جمعية عامة ومكتب تنفيذي. طبعا هذه الوقفة جاءت كحلقة ضمن سلسلة من الأشكال النضالية التي ستأتي قريبا إن شاء الله، لأنه نحن نعبر في إطار هذه الوقفة وبخصوص طبعا ملف تعديل القانون. يعني تفاجأ الوطني وعدول المملكة طبعا من تراجعات بما تم الاتفاق عليه بين الهيئة والوزارة، لأنه نحن نتوفر على محاضر موقعة بين الهيئة والوزارة، وتفاجأنا الآن أن المشروع يسلك يعني مراحله المسطرية للمصادقة عليه، وبالتالي الخروج إلى المؤسسة التشريعية من أجل المصادقة عليه كذلك، ومن ثم سيخرج في الجريدة الرسمية. ولكن الوطنية لم تتفق على مجموعة من المقتضيات الواردة في المشروع الذي تم تسريبه، المشروع رقم 2216، وبالتالي نحن الآن نطالب ونناشد الوزارة من أجل الرجوع إلى تصحيح أخطائها وتحمل مسؤولياتها في هذا الباب. نحن تناقشنا واتفقنا بمقتضى محاضر، نريد أن نرى هذه المحاضر في الوثيقة المعتمدة بخصوص مشروع القانون الذي سيؤطي المئنة. نحن كذلك نوجه أسئلة من خلال هذه الوقفة للوزارة، أسئلة كبرى: لماذا تغيير المقاربة الدستورية في الالتزام بتلك المحاضر؟ لماذا تغييب توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة؟ نحن نعلم أنه توصيات إصلاح منظومة العدالة جاءت بمجموعة من التوصيات لها علاقة مباشرة بمهنة التوثيق العدلي. هذه التوصيات تحث وتنص على ضرورة الارتقاء وتحديث هذه المهنة، ولا سيما أن المهنة الآن ولجتها المرأة وتمارس فيها مختلف الصلاحيات وتوثق جميع العقود الأسرية والعقارية والشركات والأصول التجارية إلى آخره. إذن المرأة والرجل العدل، نتحدث عن العدل، يجب إنصافه من خلال نص قانوني يؤهله للتوثيق بشكل لائق، بشكل أريحي، وبشكل يقدر ويؤهله للتنافس في ساحة توثيقية تعج بمنافسة شرسة. وبالتالي نحن نطالب وزارة العدل أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تنزيل هذا النص القانوني وفق أحكام الدستور المغربي وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وكذلك متطلبات العدالة التشريعية بالمغرب. لماذا إقصاء العدول من بعض المعاملات المالية ونعطيها لجهة منافسة؟ أين السكن المدعم؟ لماذا تغييب العدول من السكن المدعم ويتم التحاجج والتبرير بعدم وجود آلية الودائع لدى العدول؟ العدول يطالبون بآلية الودائع لأنها آلية فقط وليست اختصاص. احنا جينا اليوم من جميع مدن المملكة خاطبة كنقصدوا المقر ديال وزارة العدل باش نبينوا الرفض ديالنا المشروع القانون الجديد المتعلق بالتوثيق العدلي اللي فيه مجموعة من التراجعات الخطيرة الموقعة في المحاضر بين ممثلي وزارة العدل وممثلي الهيئة الوطنية للعدول، حيث تم التراجع عن مجموعة من المكتسبات. من جملة هذه المكتسبات صندوق الإيداع والتدبير اللي قال السيد الوزير وزير العدل الدكتور وهبي، قال بأننا حنايا ما نقدروش يكون عندنا هاد الآلية من آليات العمل اللي هي ضرورية في هذا الزمن ديال الإلكترونيات ديال العولمة، أسوة بجميع المهن القانونية المساعدة للقضاء، المهن الأخرى بدون ذكر الأسماء. حنا جينا كنعبروا على الرفض ديالنا ديال هذا التسريب ديال هذا القانون وديال التراجع في المحاضر الموقعة بطريقة قانونية، وجينا كنطلبوا بأنهم يسمعونا، يجلسوا معنا ونتحاوروا، بالإضافة إلى أنه تم إقحام واحد المادة 52 في
في مشروع القانون اللي هي واحد المادة خطيرة كدمس الوثيقة العدلية. شكرا جزيلا. اليوم نحن في محطة نضالية جديدة في باب وزارة العدل باعتبار أنها هي المخاطب. هذه الوقفة أساسا هي موجهة إلى وزارة العدل باعتبار أنها هي الوزارة الوصية على القطاع، وباعتبار أن هذا الغضب والاحتقان خلقه تصرف الوزارة التي ضربت المقاربة التشاركية ومصداقية المحاضر الموقعة مع الهيئة الوطنية في لجنة الحوار، والتي تضمنت مجموعة مكتسبات اعتبرتها الهيئة الوطنية الحد الأدنى لمطالب السيدات والسادة العدول. لكن للأسف أن يفاجأ السيدات والسادة العدول بأن الوزارة تنصرت من التزامها وتفلتت أيضا من المحاضر الموقعة في مشروع القانون، اعتبرنا أن ذلك يضرب أساسا وبعمق المقاربة التشاركية التي رفعتها الوزارة والتي هي من متطلبات التدبير العمومي للإدارة العمومية وأيضا للمهن القضائية والمهن الحرة التي تزاول بالنيابة عن الدولة وبتكليف منها. اليوم السيدات والسادة العدول وقفوا هذه الوقفة ليقول أننا نؤكد على أن أي قانون يجب أن ينطلق من المصلحة الوطنية أولا بدون تمييز، يجب أن يكون أي تعديل قانوني مشبعا بالمبادئ الدستورية. لا نقبل بالريع التشريعي، لا نقبل بالميز التشريعي، لا نقبل أيضا بخرق مبدأ العدالة التشريعية في الحقوق والالتزامات. ونؤكد على أن المشاركة الحقيقية تقتضي من الوزارة الإشراك الحقيقي للهيئة الوطنية في وضع القانون وأيضا احترام الالتزامات. اليوم هذه محطة ستليها محطة أخرى ستقررها الجمعية العامة التي ستنعقد يوم الأحد من هذا الأسبوع، هي التي ستحدد مسار مشروع القانون وهي التي ستضع التوجهات الكبرى وهي التي ستحدد المحطة النضالية القادمة.